اما هلا ليا بننتقل اولى محطاتنا لليوم من عالم الفن مع فنان مميز بعالم الفن والثقافه والادب، له حضور بيطفي روح ونكهه مميزه لاي عمل بيقدمه او بنوجد فيه، برصيده العديد من الاعمال التلفزيونيه، بنذكر منها اسرار المدينه، بطل من هذا الزمان، ليالي الصالحيه، مبروك، قله ذوق، وكثره غلبه، له ما يزيد عن 180 عمل مسرحي بين تاليف واخراج، بنذكر منها مواهب للبيع، مواطن تحت الصفر، بالاضافه لعمله باعداد وتاهيل ممثلين ونقل خبرته بطريقه مميزه، فنان شامل ومبدع رح ينور صباحنا، له حائز على جوائز عديده وتكريمات عديده محليه وعربيه، الدكتور مازن نظام، نورت صباحنا ويسعد صباحك. يسعد صباحكم جميعا وشكرا على التقديم الحلو. هي جزء بسيط من مسيرتك الفنيه. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. طبعا حضرتك دكتوراه بالاخراج المسرحي ومدرس تمثيل وعضو اتحاد الكتاب العرب ايضا، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباحك اهلا وسهلا. تمام، يعني اليوم مبلشين مع حضرتك، رح نبلش بالمسرح بالاعمال المسرحيه. اليوم اشتقنا كثير للمسرح كسوريين، اشتقنا للناس الموهوبه انه تشاركنا الفرحه، تشاركنا العمل المسرحي على الخشبه. خلينا نحكي عن الواقع المسرحي بشكل عام. بدايه المسرح هو ابو الفنون. صحيح. والمسرح مرآة الشعوب، وهناك مقولة لشكسبير تقول أعطني مسرحا أعطيك شعبا. فإذا المسرح مرتبط ارتباط كلي بالمجتمع وقضايا المجتمع، هذا عالميا وتاريخيا وحضاريا. هلأ الواقع المسرحي حاليا بجمود، مو بس بالوطن العربي، بكافة العالم. صحيح. وطبعا السوشيال ميديا والنت، وهذا أثر كثير على المسرح وعلى السينما بشكل عام. ولكن نحن دائما عندنا محاولات يعني لنرجع جمهور المسرحي، وخاصة بهالأزمة اللي مرقنا فيها، يعني بنحاول دائما نشتغل ما نوقف مشان نستقطب الناس لجمهور المسرح بشكل عام. يعني صحيح دكتور مازن، لما نقول يعني نحن مستمرين بالعمل المسرحي وبنحاول رغم مثل ما قلت كل الظروف، واساسا العصر اختلف والتكنولوجيا، الواحد بقلب بيته في يكون يعني مطلع على العالم اكمل. بس اليوم مشاركتك فينا نقول بمهرجان حما الى نكهه خاصه، لانه بنعرف من اقدم المسارح كانت والمهرجانات بحما، كان سنويا يقام مهرجانات وكل فينا نقول الفنانين العرب يشاركوا بالمهرجانات. اليوم في رجعه للمسرح، خلينا نحكي عن هي المشاركه، ومشاركه كالعاده متعودين عليك يعني مؤلف مخرج. تسلم. بيكون لك عين مختلفه لما يكون العمل في شراكه او العمل كامل لك، يعني بطريقه طرحه بفكرك المختلف. نعم. مشاركتي أنا بمهرجان حما للفستق الحلبي كانت هي لفرقة المسرح الزراعي الإرشادي الجوال التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، مديرية الإرشاد، دائرة الإرشاد في طرطوس، تجمع الفرقة المسرحية في طرطوس. يعني لما نحكي بزراعة قدي حلو لما نحكي مثلا فرقة مسرح بالزراعة، يعني في فن بكل فينا نقول القطاعات المختلفة. أكيد. فرقة المسرح الزراعي الجوال الإرشادي بتقوم بأعمال مسرحية بكل المحافظات تقريبا حسب المحصول الموجود، بنوجه الناس نحن بطريقة علمية إرشادية، الأخ الفلاح بياخد معلومات بطريقة درامية عبر الحكاية المكتوبة اللي بكتبها أنا عن المباشر وبألفها. نعم. بطريقة سلسة تماما. مهرجان الفستق الحلبي اللي قدمناه كنا عم نحكي عن شجرة الفستق الحلبي، لأنه هي ثروة وطنية ونحن ثالث دولة بالفستق الحلبي بسوريا. صحيح. كيف يزرعها، كيف يعالجها، شو المشاكل اللي بتمرق فيها الشجرة، خصوصا تعرضت لأضرار كبيرة خلال الحرب. بطريقة فنية وبقالب كوميدي تقدم العرض، فحبوه الناس الحمد لله ولاقى نجاح كبير كتير. حلو. طبعا أنا باخذ المعلومات من مديرية الإرشاد الزراعي وبحولها لدراما مسرحية، وأحيانا لنا أغاني علمية نحول الألحان المعروفة، أو بيكون في ألحان معينة نحن يعني حسب الكلمات. ومعي شخص مختص اسمه المهندس عبد الحكيم غانم، هو اللي بيوجه بمواضيع العلمية إنه هون صح هون غلط هون ضيف هون، بالنسبة للمسرح الزراعي الجوال عم نحكي
طبعا موجه لهم تحيه كلياتهم. اكيد طبعا. شو هو يعني المسرح الجوال؟ شو معناتها المسرح الزراعي الجوال؟ نحن بنروح على المحافظه او ريف المحافظه، بنعرض للاخوه الفلاحين الحاله الزراعيه اللي عم يزرعها حاليا، مثلا الفستق او الزيتون، شو في مشاكل للزيتون، شو في كيف بده يعالج، شو يرش هلا، شو يعمل بطريقه دراميه. نعم. أوكي. وهو المسرح، حابب اعقب على هذا الموضوع، هو المسرح الفريد من نوعه على مستوى العالم. يعني هي الفكره يمكن هي تابعه لوزاره الزراعه. تمام. بس الفرقه بس ما كثير معروفه يعني بين الناس هالفكره، يمكن اعلانيا واعلاميا شوي في تعتيم عليها. مو اول مره هي لا هي تطرح. من 86 تقريبا. أوكي. انا تعاقدت معهم كموظف يعني بال 2007، طورت هذا المسرح، كانوا هن يشتغلوا بطريقه كثير بسيطه يعني. بداية عملنا حركة الممثل واشتغلنا على الممثلين وطورنا وصار في تطور كبير بالمسرح. هو الهدف منا إيصال فكرة، مثلا هلا نحن بحما عم نحكي عن زراعة الفستق الحلبي بالضبط. بطريقة درامية، ولكن خلينا نحكي بقبل سنوات، قبل كيف كنا نتداول المسرح الزراعي الجوال؟ يعني شو هي مثلا أمثلة عن الأفكار يلي طرحت، غير هلا حكينا عن الفستق الحلبي بغير محافظات كان موجود أكيد افكار. طبعا هي في خطه وزاره سنويه. نحن بكل شهرين او الثالث تقريبا بنطلع على منطقه نرشد الاخ الفلاح بطريقه مسرحيه. احيانا بيروح الفني الزراعي والمهندس الزراعي، الاخ الفلاح له عقليته لانه هو ابن الارض بيعتبر حاله، واحيانا ما بيتقبل النصيحه. ولكن المسرح بشكل غير مباشر بيقدم له المعلومة فبيستوعبها بشكل سلس تماما وبينبسط فيها، وطبعا لا يخلو من الكوميديا الموضوع والطرافة لحتى نقدر نشد المشاهد. صحيح. وخاصة بهذا الزمن يعني بده شوي هيك تخفيف بالزبط. عن المجتمع كله الناس. بحاجة لكوميديا. أنا بقول صحيح. بس نحن لما نحكي أهمية اليوم المسرح الجوال، وأنتوا عم تقدموا رسالة أساسية من المسرح. نعم. لما نقول مثلا المسرح هو بحد ذاته بيجي لعندك، يعني نحن عم نقول التكنولوجيا والسوشيال ميديا وكل شيء اخترق يعني كل حياتنا، لا الفرق الجوالة بتروح ممكن لأي محافظة نقدم من خلالها الرسالة الأساسية والهدف الأساسي للمسرح. وهون أهمية المسرح الجوال. خلينا نحكي أهمية الفرق الجوالة المسرحية اليوم وأهمية دعمها. لما نشوف قطاع وزارة الزراعة، إذا بنحكي يمكن كل القطاعات أو الوزارات اشتركت بهي الجزئية، فينا نعمل حالة إنعاش للمسرح اليوم. نعم. هلا بالنسبه للمسرح الجوال ما في غيرنا تقريبا كفرقه مسرح حاليا. كان في مسرح بوزاره الثقافه لمديريه المسارح وتوقف تقريبا. صحيح. او شبه مجمد يعني بقدر اقول. نحن مثل ما قلت لك خطه وزاره بننفذها يعني، بنحاول نستقطب الناس بطريقه معينه عبر المديريات الارشاد اللي بتكون موجوده بالمحافظه، طبعا بينشروا هذا الموضوع. شو اللي بخليك تجاهد اليوم تستمر رغم مثل ما قلت يعني في ظروف صعبة يمكن وما في دعم كافي للمسرح، شو اللي بيخليك تستمر؟ حبي للمسرح وعشقي للخشبة، هذا بس. تمام. هلا بما عم نحكي عن المسرح، حضرتك مخرج ومؤلف مسرحي أيضا، ولكن لك مشاركات عديدة وواسعة بالتلفزيون. اليوم هل في خطط لتأليف عمل تلفزيوني؟ وبنعرف من الصعب يمكن إنتاج أعمال تلفزيونية، يمكن عم نشتغل على أدنى بعمل مسرحي. نعم. صغير عم نحاول نواكب الوضع الاقتصادي الصعب، شح في الإنتاج. صحيح. ولكن اليوم العمل التلفزيوني هل هو ضمن مخططاتك القادمة تأليفاً وإخراجاً؟ طبعاً. هلا أنا عندي عدة أعمال تلفزيونية كتأليف يعني، وآخر عمل هو عم بكتبه هو كوميدي اسمه كوكتيل مساطيل. كوميدي طبعا ناقد، وإن شاء الله نلاقي له تسويق بقى إن شاء الله بهالجو مثل ما تفضلي حضرتك. أنت بتمتاز يمكن بالقلم الكوميدي الساخر دكتور مازن. اليوم خلينا نحكي المؤلف بالتلفزيون، كيف الاختلاف بيكون عن المسرح؟ يعني المسرح ممكن ساعة ونص من الوقت أو ساعتين أنت بدك توصل الرسالة والقصة كاملة. No. المساحة مختلفة بالتلفزيون لمدة يمكن 30 حلقة، معك وقت أكثر، وممكن المشاهد أو الممثل عفواً يعيد المشهد. لا، الموضوع بالمسرح مختلف.
شو الفرق بيناتهم انت كمؤلف ومخرج؟ قديش في شغل؟ يعني في تفاصيل بكل قسم فينا نقول؟ نعم الفرق كبير طبعا. المسرح بعتبره فن تازة انا مباشر خام دغري بيطلع مباشر مع الجمهور وبتاخذي النتيجة الفورية. التلفزيون هو فن معلب يعني طبعا هذا الفرق الكبير. بالنسبة للتأليف طبعا التلفزيون بس بكل حالتين في مغامرة بالضبط يعني هون في مغامرة لأنه ما في دعم والتمثيل يعني في مغامرة لأنه ما في إنتاج كبير حتى صح يعني. هلا ظروف الوضع اللي مرقنا فيها يعني طبعا بس نحن ما عم ما في يأس يعني بالموضوع وعم نحاول نعمل تجارب يعني وهو تجربة الفن بشكل عام تجربة إن كان مسرح تلفزيون سينما يعني هو تجربة قد تنجح أو قد تفشل أو قد كذا ومنحاول نحن نشتغل عليها بشكل عام يعني. نعم دكتور معزن بما أنه دائما الظروف هي اللي عم تسوقنا هي اللي عم تحكمنا اليوم التكنولوجيا أو السوشيال ميديا هو المسيطر الأكبر على جيل الشباب وعلى الكبار أيضا يمكن كانوا ينقدونا أهالينا شيلوا الموبايلات من إيدكم هلأ نحن اللي عم نقول لهم شيلوا الموبايلات من إيدنا من إيدكم ولكن اليوم كحضرتك مؤلف ومخرج هل فكرت بسكتشات تنزل سوشيال ميديا يمكن والله يعني هيك بما أنه حكينا عن شح الإنتاج بما أنه حكينا عن الظروف السوشيال ميديا كتير شفنا هلأ وحتى على اليوتيوب وفي مصاري منيحة عم تطلع فكرت بقناة أنه تعرض عليها أعمالك أو بعمل فردي يكون من تأليفك وإخراجك وتمثيلك والله هلأ في فكرة بهذا الموضوع يعني لأنه يبدو أنه ما عاد في مجال إلا بهذا المجال صحيح. يعني للانتشار يعني وتقدمي أفكارك يعني وفي أحيانا الناس هلأ حاليا ما عم تشوف التلفزيون يعني يعني ما عاد تتجهد يعني صار الموضوع ايوه كهرباء موضوع ثاني يعني الناس متجهه لهذا المجال لليوتيوب اغلب بالزبط. الناس صحيح ففي فكره هلا فكره سكتشات اسمها فركوش يعني عم بكتبها ان شاء الله في شركه عم نحكي بهذا الموضوع انه يكون على السوشيال ميديا او على المنصه عشان المنصه بالضبط هلا المنصات هي اخذت صدى اكثر من الشاشه بالضبط ان شاء الله بنستضيفك قريبا بيكون هيدا المشروع فعلا شاف النور خلينا نحكي عن الورشات التدريبيه اللي بتقوم فيها قديش مهمه اليوم هي الورشات التدريبيه لدعم الممثلين الجداد لصقل موهبتهم لما تقول سنوات خبره يمكن هي خبره سنين عم تحاول تقدم لهم اياها ومهم اليوم لما نشوف فنانين صلون عمر يعني قليل نشوف فنان صلون عمر بهذا المجال بيعمل ورشات تدريبيه كله بيروح صوب التجاري اللي في امور اخرى يعني ماديه اكثر قد ايه مهمه هي الورشات التدريبيه وقد ايه بتاخذ منك جهد وضغط كمان والله هذا الموضوع طبعا مهم كثير لانه في ناس مغموره كثير يعني صحيح. بكل العالم يعني فنحن بناخذ انا باخذ بايده للشاب اذا موهوب يعني ونحن انا مدرس تمثيل فبتعب تماما على الممثل وبقدر طلع منه اذا كان موهوب طبعا لانه في ناس عندها حلم انه يكون ممثل بس ما عنده صحيح ولكن هو عشان الشهر بتلاقي الكل حابب هو ما له موهوب بس حلمه يكون هيك فانا بساعده بقول له انه انت يعني شوف مجال اخر افضل بس اذا لقيت بذره موهبه بشتغل عليه يعني الحركه المسرحيه الايقاع كيف تطلع الشخصيه كيف تدرس شخصيتك كيف تبدع بشخصيتك موضوع كتير كبير هذا يعني الموضوع فعم اشتغل عليه ان شاء الله وان شاء الله متوفق يعني ان شاء الله يا رب يعني منلاقي نجومنا الكبار وخاصة المسرحيين بلشوا بعمر صغير اليوم قديش مهم المسرح انه يهتم بمواهب الصغار يكون في عقفية مسرح مدرسي بكل مدرسة هذا موضوع مهم كتير تماما خلينا نحكي عن تعاون بركي مع وزارة التربية اذا في هيك شيء كيف نحن بنقدر ندرب جيل صغير على المسرح كمان لإعادة فكرة المسرح لأذهان الأطفال أو إحياء بأذهانه هلأ نحن بنتمنى أن يكون في بكل مدرسة مسرح وبكل حارة مسرح لأنه المسرح هو بيصنع الفنان وبيصنع المواهب يعني بهذا الموضوع فأنا بلشت من المسرح المدرسي أصلا بعدين انتقلت لمسرح الشبيبة بعدين أنا من الصف الثالث ابتدائي وكتبت أول مشهد مسرحي وأخرجته وما بعرف شو هذا الإخراج أنه أنت وقف هون للولد قل له عمل هيك وكذا فهي الحالة أكيد في مواهب مدفونة أكيد بس نحن إيد لحالة ما بتزقف وكان قبل فيه هلأ بتلاقي ما في توجه
لا بتصور انا الركود اللي من الازمه بتصور هيك صحيح. انا هيك بتصور، بس بتمنى من وزاره الثقافه وزاره التربيه الاهتمام بهذا الموضوع، لانه اكيد عندنا مواهب عديده كثير، اطفال موهوبه كثير ونحن بنضم صوتنا لصوتك. كان في اطفال ما بيحبوا الرياضيات، بيحبوا تمثيل اكثر، بيحبوا الرسم اكثر. انا كنت اهرب على غرفه الموسيقى واكل قتل ورجع على الدرس، يرجعوا لاقوني بغرفه الموسيقى انه انا احس عالمي هون، هون حب عالمي. الفن وكملت يعني واستمريت، ولا يمكن يكون مثلا مدرس ولا يمكن يكون دكتور بشري، ولا انا لقيت حالي بهذا المجال واستمريت وهي اللي. طيب دكتور مازن، لك تجربة مع المسرح التوعوي كمان. المسرح التوعوي اليوم له رسالة كتير هادفة، وكان لك تجربة بسبب توعية الحرائق. خلينا نحكي عن المسرح التوعوي والغير مباشر، لأنه لما نقول توعية بدغري بيخطر لبالنا جملة واحدة مباشرة، لا الموضوع مختلف بالمسرح تماما. توصل المعلومة بطريقة سلسة، وبنفس الوقت نحن ما بنحب المباشرة، يعني نحن ما بنحب نقول يقلنا شخص لا تعمل هيك بطريقة سلسة، فيك توجه له إياها بتكون رسالة هادفة اليوم. المسرح التوعوي مهم تماما وبيخاطب جميع شرائح المجتمع. صحيح. العمل اللي عملناه عن حرائق الغابات هو عمل بخص كل الناس، كان يعني الحرائق اللي شفناها ببلدنا، فنحن طلعنا على الغابة عملنا العرض بساحة الشيخ بدر بغابة، واستقطبنا الناس لهذا العروض، كمان للمسرح الزراعي الإرشاد الجوار، وقدمنا رسائل عديدة كيف يتعامل أي شخص بده يروح على الغابة، إن كان يزيد سيجارة وكان إذا بده يشعل نار شو يعمل وكيف يطفيها وكيف كذا. طبعا من خلال العمل في شخصية اسمها ديبو، هي شخصية طريفة، هو طفل هو اللي حرق الغابة بطريقة غير مباشرة وعم يتهرب من أهله، كان وفي أزمة بالنسبة للغابة، فكيف تعاملوا أهله معه بهذا الموضوع وكيف يقدموا له النصائح والإرشادات. وطبعا النصائح والإرشادات لديبو هي كانت للجمهور بطريقة غير مباشرة، ولاقى نجاح كبير الحمد لله العرض يعني. الحمد لله. فرصنا اليوم بالأعمال الدرامية أو بالأعمال المسرحية الكبيرة قليلة شوي، أو في شلالية ببعض الأحيان. اليوم الموهبة يعني عم تروح باتجاهات تانية، عم نلجأ إلى يمكن نبعد عن الوسط، أو تعبنا من كتر بكل يمكن بكل قصة في إلى ناسا وفي إلى أشخاصة شلاليتا تماما. اليوم قديش في ناس عم ينظلموا على مواهب كتير كبيرة عنا بقلب البلد، عم نلجأ ناخدهم، يمكن عم نجيب ناس نعطيهم أجور عالية ومرتفعة جدا من الخارج. اليوم تقدير الفنان السوري وخاصة يلي ضل بالبلد، يلي اشتغل بجميع المجالات، كنا عم نحكي عن التوعية، كنا عم نحكي عن المسرح الزراعي الجوال، كنا عم نحكي يعني بمجالات عديدة. اليوم كيف فينا نحن نرجع نحتضن هالأشخاص؟ كيف فينا ما نظلم الأشخاص الفنانين يلي هن يعني كمان كان لهم دور مهم بالحرب؟ هلا هذا الموضوع خاص بالمخرجين تماما. مخرجين مثل لهم شلة معينة عم يشتغلوا معهم، وكان فنيين وكان فنانين، وهذا للأسف اللي عم يصير. للأسف صحيح. ما عم يحاولوا يكتشفوا يعني بكل الناس. رمضان بنشوف نفس الوجوه بكل المسلسلات. بالضبط. وأنا ظلمت بهذا الموضوع تماما. يعني أنا عم بحكي أنا كفنان سوري، أنا لي باع طويل كان كممثل أو مؤلف ومخرج، فكان أحدهم بدنا مازن نظام والله هاد كوميديان مثلا ما بيشتغل تراجيدي. اللي بيشتغل كوميديا أكيد بيشتغل يعني الفن الكوميدي أصعب فن بالعالم الإضحاك، فتراجيدي أسهل تماما. يلي غامر فيني بقدر أقول هو المرحوم الفنان الكبير الأستاذ بسام الملا. صحيح. وأجابني بليالي الصالحية فتفاجأ فيني، فقالوا لي دائما بيحكوا لي عنك أنك كوميديان كوميديان، فأنت فاجأتني وقت اشتغلت معي بليالي الصالحية. على المخرج أن يبحث عن المواهب. أنا لما عملت فيلم السيدة رقية فيلم سينمائي وأخذت المركز الثاني بمهرجان طهران، جبت ممثلة. كنت بدي نسألك عنه لأنه كنا نقول مسرح تلفزيون وأخيرا سينما. جبت ممثلة كانوا عم يجيبوا لي أطفال كتير ما يعجبوني، فأنا طالع بسيارتي بدي أشتري دخان، شفت طفلة
طلعت لقيت وشها عم يشع نور. قلت لهم هاي السيدة رقية بطلة الفيلم. فحكيت مع أبوها قلت له تفضل على الاستديو معنا. قال لي شوفي قلت له تفضل. عملت لها بروفا واشتغلت البطولة تبع الفيلم. كمان يعني قديش حلو انك تختار اشخاص جديدة، ولكن عم نلاقي بالمقابل كثير من الاشخاص على السوشيال ميديا عم يصير معهم جنون العظمة، او عم يصير عليهم يمكن ترند كل الوقت موجهين بعد شوي بينطفوا. يعني اللي بيضوي فورا بيطفي فورا، اللي بيطلع بسرعة بينزل بسرعة. هي المشكلة انه مثلا بيشتغلوا مشهدين بالتلفزيون فورا بيطول شعره وبيلبس المانتو وبيحط الشنطة وبصير بده يحكي انجليزي على العرق، انه هو صار نجم يعني بيعتبر حاله صحيح. وهو المشوار انه لازم تتعلم، لسه مشوار طويل وانا بتعلم للآن. انا بجيب مراجع عن المسرح الحديث وبقرأ ومو عيب يعني. فهذا الجيل للأسف انه بتلاقيه فورا بده يتسلق، مو تسلق الجبال، بده يقفز ولكن احيانا بيوقع. هي مثل ما بيقولوا السوشيال ميديا سلاح ذو حدين عن جد. بالضبط بالضبط، لازم يتعلم ويقرا ولازم ما يصيبه الغرور، لانه الغرور محرقة الفنان. صحيح. يعني الشهرة هي محرقة وكل دور لازم يلاقيه صعب. انا اي دور باخده بلاقيه صعب، بتعب عليه، بتعب كثير لوصله للناس كممثل عم بحكي. تمام. يعني دكتور مازن نحن اليوم استمتعنا مع حضرتك بوجودك وبي صباحنا. اكيد بنتمنى لك انك تكون بالعالميه، يعني انت فنان غني عن التعريف يعني، وفنك بيحكي عنك. نتشكرك كثير ويسعد صباحك، شرفتنا. صباحكم، شكرا كثير للقاء. اكيد بنتشكرك على وجودك معنا الفنان المبدع الدكتور مازن نظام. وقتنا معك خلص بسرعه، اكيد رح نتمنى لك التوفيق بمحطاتك القادمه ان شاء الله، مشروعك يعني عم تشتغل عليه يشوف النور قريبا، ونرجع نستضيفك معنا ونحكي عنه اكثر. شكرا كثير لك. شكرا لصباحنا خير وغير، وشكرا للاخباريه السوريه. اهلا وسهلا فيك.